الحاله المهمه هنا، ودي حاله مهمه جدا جدا، كابتن ايمن، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن اسامه، احنا بنتكلم في الدقيقه 88. خلي بالك، وكريم فؤاد، خلي بالك عشان توصل اللاعب يوصل لدقيقه 88 بقمه التركيز ده صعب جدا جدا جدا. هنا التوقيت لو فرق، مش هقول لك اقل من ثانيه، اقل من ثانيه، لو ما خدش كريم فؤاد الكره ديت مفيش هزار، صح، ركله جزاء على طول هياخد رجله. مظبوط. انا النهارده بحيي كريم فؤاد، ليه؟ خلي بالك هذه الحاله في الدقيقه 88 ممكن لاعب مجهد مش مركز سهل قوي 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 يعمل بينا رجليه، لو ما لحقش الكوره خد اللي فيها. مظبوط. فانا بقول اننا تميز لمين؟ لكريم فؤاد، تميز لجان جاك نداله بامانه، هنا خلى لعب تواصل، وبالتالي هنا لا توجد ركله جزاء لنادي الترجي. نجاح كريم فؤاد في لعب الكره كان توقيته متميز، وانا بحييه بامانه، لان هذه الالعاب في الدقيقه 88 ثاني يا كابتن بلال صعب. صحيح. صعب صعب على اي لاعب. صحيح. ممكن ياخد يروح بقى من التعب وكده، ولكن بشكل عام النهارده بنقول التحكيم كان كويس، نتيجه المباراه كمان كانت يعني مش مؤثره لي في قرارات الحكم. مبروك النادي الاهلي تاني، بنقول مبروك استوديو التحليل كابتن ايمن، ان شاء الله مزيد من التوفيق للكره المصريه يا رب. ان شاء الله فرح مصر وفرح الكره المصريه النهارده والافريقيه والعربيه، ان شاء الله بالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا كالعاده.